ليلتكم سعيدة. بص في عينينا، تقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في إيدينا، ناسنا وترابنا وأرضنا بتتحامى فينا. دي مش كلمات أغنية ولا مجرد كلمات وشعارات وخلاص، دي حقيقة وعقيدة وإيمان ثابت عند ضابط الشرطة المصري، ومش من النهاردة، من سنين طويلة. كان يوم جمعة وكان موافق 25 يناير، وكان سنة 1951. بعد شهور بسيطة من إلغاء معاهدة 36 في أكتوبر 51، القوات الإنجليزية كانت شايفة أنها لازم تحكم قبضتها على مصر بشكل كبير، خوفاً وتحسباً من ردود فعل الشعب المصري وغضباً طبعاً من إلغاء المعاهدة. والحقيقة كانت ردود الفعل قوية، لأن نزل الطلبة ونزل العمال يعبروا عن غضبهم في مظاهرات، وحرقوا مخزن كبير للأغذية مهم جداً في قلب الإسماعيلية، مكان تمركز القوات الإنجليزية. كان رد القوات الإنجليزية أنها استدعت ضابط إرسال مصري وقالت له تسلموا أسلحتكم فوراً وتخلوا الإقسام وتتفضلوا مع السلامة تنسحبوا للقاهرة. رفض بمنتهى القوة والحسم، ورجع بلغ قيادته المتمثلة في وزير الداخلية وقتها فؤاد سراج الدين باشا، اللي طلب منه المقاومة والاستبسال والدفاع عن حقهم وعن أقسام الشرطة. طبعاً القوات الإنجليزية قسمت، عملت سلك شائك ما بين منطقة الأجانب وما بين المنطقة اللي فيها السكنات والاسم الشرطة، ودكتهم بالمدافع التقيلة. لكن بمنتهى البساطة والبسالة والمقاومة، القوات الخاصة بالشرطة المصرية وقفت باستبسال وقاومت بمنتهى القوة. سقط 56 شهيد و80 مصاب في الوقت ده. مش بس كده، لا، دول كمان قدروا ان هم يصيبوا من الانجليز تقريبا 13 او 14 واحد غير المصابين. نادى قائد القوات البريطاني وقال لهم سلموا اسلحتكم واستسلموا. خرج له ضابط صغير اسمه مصطفى رفعت قال له خدونا جثث. نفس المنطق، نفس الفكر اللي ماشيين بيه الى الان، المنطق اللي خلى قائد القوات البريطانيه يضرب لهم تعظيم سلام لقدرتهم القوية جداً على المقاومة وعلى البسالة وعلى الشرف. نفس الشرف ونفس المقاومة، القناعة اللي عند ضابط الشرطة المصري إن سلاحه هو روحه وإنه عدوه هو المستعمر. المستعمر اللي على مدار السنين اتغير، مش لازم يكون بشحمه ولحمه موجود على أرض الوطن، لكن ممكن يكون بيبعت مناديبه، مناديبه المتمثلة في أفكار متطرفة، في إرهاب، في مخدرات، في فتنة تحاول تدمر الوطن، لكنه دايماً لها وقتها. حضراتكم عارفين إن الفن بيحفظ ذاكرة الأمة، وهو اللي بيصنع التغيير، وهو اللي بيحرك الوجدان وبيقدم التاريخ بشكل مكثف عشان يفضل محفوظ، مش بس في العقل والقلب والوجدان، لكن الحقيقة وبرضو زي ما حضراتكم شايفين إنه الفن بيواجه هجمة شرسة في الوقت الحالي بشكل كبير جداً، علشان الخوف من تأثيره ومن قدرته على تغيير الوعي وعلى بناء الوعي وعلى حفظ ذاكرة الأمة. الفن اللي تمثل مثلاً في مسلسل الاختيار، اللي شفنا وعرفنا من خلاله طول عمرنا بنسمع عن الضابط المصري، لكن ما كناش أبداً نفكر هو عايش إزاي، بيته عايش إزاي. إحنا بننام مطمئنين لأنه بيحمينا، لكن مش عارفين هو بينام مطمن ولا لأ. بلاش هو، زوجته وأولاده اتربى إيه في اللاشعور بتاعهم، وهم كل ليلة مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة. الخوف اللي إحنا بس مرنا بيه فترة صغيرة وقت حكم الإخوان، وقت ما كان الإرهاب مستمر، ووقت الانفلات هم عايشين فيه بشكل مستمر. لكن زي ما قالوا الفنانين النهاردة، الاختيار هو مصر. قالوا على لسانهم وعلى لسان الضباط اللي بيمثلوهم، الاختيار هو مصر. ودايما بقول لحضرتكم انه مش دايما كل انسان بيقدر يختار الاختيار الصحيح، ومش دايما اللي بيختار اختيار صحيح بيقدر يدفع ثمن، لكنهم بيقدروا يدفعوا الثمن، وبيدفعوا بمنتهى الرضا وبمنتهى القناعه وبمنتهى القوه. وهيفضلوا طول الوقت يقولوا خطوتنا على الارض دبت، دكت حصون الشر ونعادت نعود. هنتابع في اخبارنا النهارده الاحتفاليه الخاصه بعيد الشرطه اللي حضرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما عن فقرتنا الحوارية فهتكون مع الأستاذ ماجد سعد من ألمانيا، اللي شرفنا كتير عبر زوم، لكنه النهاردة هيخصنا بلقاء حصري في الاستوديو في زيارته القصيرة لمصر. الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، المنظمة اللي بتقوم بدور كبير جدا في التآخي ما بين الشعب الألماني والمصري، وشرح وجهة النظر المصرية وتصحيح المفاهيم. الحقيقة زيه زي كل المصريين اللي بيسافروا، اللي بياخدوا معاهم مصر في شنطة السفر، زي ما دايما بقول لكم، المهتم بتحسين صورة مصر، المهتم بشرح
الحقائق المصرية، وكمان بيعمل في السياسة حيث أنه عضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي اللي منه حالياً المستشار الألماني. هيشرفنا في حديث عن كل ما يخص المنظمة والمصريين الموجودين في ألمانيا والدور اللي بيقوموا بيه يعني شرح وجهة النظر المصرية. هيكون ده طبعاً بعد فقرتنا الإخبارية، هنبدأها حالاً. أول أخبارنا هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم احتفالات الشرطة المصرية بعيدها 70، عزف السلام الوطني فور وصوله مقر أكاديمية الشرطة، وحضر الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. في بداية الاحتفال قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر الأكاديمية، وكان برفقة الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعقب وضع الإكليل عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. خلونا نشوف ده بشكل فعلي من خلال الفيديو اللي بيعرض الرئيس وهو بيضع إكليل الزهور على النصب التذكاري. احنا معانا على الهاتف سياده اللواء اسامه الطويل مساعد وزير الداخليه الاسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم عليك وعلى الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب، يعني بمناسبه عيد الشرطه، وخليني اسال حضرتك، اكيد تابعت على مدار اليوم الاحتفاليه الفيلم التسجيلي اللي عرض انجازات وحصاد الشرطه في 2021 والطفره والتطور اللي حصل واللي لمسوا المواطن المصري سواء اذا كان بقى في السجل المدني والمرور وخلافه، وكلمه وزير الداخليه اللي تحدث فيها ايضا عن تدريب الكوادر وعن التطور والرقمنه والحاجات اللي بيقدروا عن طريقها يواجهوا الجرائم الالكترونيه الحديثه اللي بتستهدف الوطن. كلمني حضرتك عن رأيك وما شاهدته في هذه الاحتفالية وعن هذا الحصاد لعام 2021 والطفرة التي تشهدها الداخلية الآن. أولا متشكرين على المقدمة التي تقدمت بها، وأنا من خلال منبرك أنا بقدم التهنئة لكل أبنائي من ضباط الشرطة وكل زملائي في قطاع الشرطة، وأن الشعب المصري جميعا كلنا بنهنئ الشرطة بالدور البارز اللي بيقوموا بها في حماية أمن الوطن وسلامته يعني. وطبعا النهاردة كان يوم حفل جميل، توجه حضور السيد رئيس الجمهورية
الذي يعني يحرص دائما على مشاركة رجال الشرطة في أعيادها، إيمانا من سيادته بأن الشرطة والقوات المسلحة هم حصن الدرع الأمين للوطن بكافة، بالإضافة إلى كافة طوائف الشعب بكافة مناحيها. طبعا السيد الوزير النهارده يعني استعرض الانجازات الشرطيه في عهد السيد الرئيس الجمهوريه، ولان السيد الرئيس دائما كان دائما يطلب ان يكون جهاز الشرطه جهاز وطني واعي ومدرك لطبيعه مهمته جيدا. من هذا التكليف لسياده الرئيس، طبعا السيد الوزير بيتكلم ان لابد ان تكون العمل في جهاز الشرطي وفقا لهذا التوجه بكافة مناحي الأنشطة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية. فالسيد الوزير طبعا ألقى الضوء على الملحمة الوطنية التي أقام الشعب ورجال الشرطة البواسل عام 52 في الإسماعيلية، والتي جسدت يعني صمود وطني لكل معاني البطولة والفداء لرفعة الوطن. يعني السيد الوزير اتكلم على استراتيجية الشرطة في وفق التوجه السيد الرئيس الجمهورية، إن الشرطة بتعمل دلوقتي في شتى مجالات العمل الشرطي من خلال الأسس العلمية في التخطيط الأمني، بالإضافة إلى الارتقاء بالعناصر العنصر البشري، تطوير المعدلات بتاعته بحيث إن هو يواجه المواكبة الجديدة للتطور الاقتصادي ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى أن قيام الشرطة إلى جانب القوات المسلحة في تتبع العناصر الإجرامية الإرهابية في بلاد تطهيرها وتطهير كافة البؤر الإجرامية من هذه البلاد لندعم بلادنا بالاستقرار التي فيه نتيجة دماء أبنائنا الغالية الشهداء بالقوات المسلحة والشرطة. فيعني لسان ذلك السيد الرئيس يعني والكل كافة مسؤولي الدولة يقدروا الدماء الذكية التي بذلت التي ربط أرض مصر الغالية لحفظ أمن واستقرار البلاد والمحافظة على تواجدها والحافظة على هويتها. بالتأكيد سيادة اللواء، كلمني أيضا عن يعني حرص دايما الدولة وحرص احتفالية الشرطة، حرص الرئيس على تكريم أبناء الشهداء، والحقيقة أن الرئيس دايما في أي محفل في أي مناسبة ما بيعظم دور الشهيد وبيأكد على أنه زي ما قال النهاردة أنه الإنجاز اللي بنعيشه دلوقتي أو الاستقرار اللي بنعيشه دلوقتي أو قدرتنا على البناء والتنمية دلوقتي جزء أصيل في حدوثه هو دم الشهيد، وأنه هذا الدم ما راحش هدر لكن كان تمنه أن 100 مليون مواطن مصري يعيشوا في حالة من الاستقرار. طبعا هو الاستقرار الذي تنعم به البلاد نتيجة دماء ذكية لأبنائنا الشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة وكذلك المصابين كذلك، ولذلك السيد الرئيس وكافة مسؤولي الدولة أنهم بيدعموا ويقدروا هذا الدماء الذكية، هذه الدماء الذكية التي أثرت تراث الوطن. وسيد الرئيس يقدم التحية لأسر تلك الشهداء والمصابين على تضحيتهم بأبنائهم ومصابيهم في رفعة واستقرار البلاد. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، وبكرر التهنئة، كل سنة وحضرتك طيب. هنستمر في هذا السياق استكمالا للاحتفال. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير لأرواح الشهداء وتضحيات أسرهم في تحمل فراقهم من أجل بقاء مصر مرفوعة الرأس، جاء ذلك خلال كلمة سيادته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 70. وقال الرئيس السيسي أنه مع حلول 25 من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة والوطنية حيث ذكرى غالية على قلب وجدان كل مصري. خلونا الأفضل إن احنا نشوف كلمة الرئيس من خلال هذا الفيديو، الكلمة اللي قالها الرئيس في هذه الاحتفالية. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء هيئة الشرطة، الحضور الكريم، مع حلول يوم 25 من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة والكرامة الوطنية حينما نستعيد معا ذكرى عزيزة غالية
على قلب ووجدان كل مصري. ذكرى تعالت معها صيحات المطالبة بالحرية والاستقلال الوطني. في ذلك اليوم من عام 1952 كانت هناك طليعة من أبناء مصر الشرفاء على موعد مع المجد الذي قام بتخليد بطولاتهم في الذاكرة الوطنية، تتحاكى وتتفاخر بهم الأجيال المصرية. فقد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهوناً بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واعٍ ومدرك لطبيعة مهمته جيداً. ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبداً، وأرضها الطيبة تفيض دائماً بالخير وتنجب رجالاً يدركون جيداً قيمة الانتماء لهذا الوطن. وإنني من موقع المسؤولية أثمن دورهم الوطني جنباً إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يمثلون معاً الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر. تحية لهم جميعاً على بطولاتهم وتضحياتهم، والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي ننشدها لشعبها. وتحية أيضاً مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء، ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا. قبل ما أكمل الفقرة اللي جاية ديت، إحنا صحيح الإنجاز اللي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان إنجاز كبير قوي، وكمان كان ثمنه كبير قوي. وعشان كده اسمحوا لي اقول لكم ان احنا دايما محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر ابنائنا الذين قدموا والذين اصيبوا ايضا في هذه المعركه من ابناء الوطن، من كل ابناء الوطن. وانا لما بتكلم في النقطه ديت وبحاول ان انا استدعيها مش كفقره نقولها في خطاب، لا، كتمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها، أرجو أن احنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش أبداً أن في تمن كبير قوي الدفع خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان نصل إلى هذه المرحلة. فاسمحوا لي مرة تانية وتالتة أن احنا نوجه التحية والتقدير والاحترام. احنا معانا على الهاتف دكتور صلاح عبد الله المحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور.
مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. الحقيقه يعني احنا لسه مستمعين حالا لكلمه رئيس اهو دلوقتي، وكنا يعني عايزين تحليل لهذه الكلمة بما فيها من رسائل، سواء إذا كانت رسائل تخص تقدير دور الشرطة، تقدير دور الشهيد في الحفاظ على الوطن والوصول إلى ما وصلنا إليه، تحيته لثورة يناير، تحيته للأطباء، حديثه عن حياة كريمة، حديثه عن أنه ما زلنا يعني في أول خطوة، وحديثه أيضا إلهام على أنه التحدي الأساسي للأوطان هو كيف تبقى الحفاظ على بقائها. كثير من الرسائل شملتها كلمة الرئيس، يعني نريد من حضرتك تحليل لهذه الكلمة وهذه الرسائل. لا شك أن 25 يناير أو عيد الشرطة هو عيد وطني لتضحية رجال الشرطة مع الشعب ضد الاحتلال البريطاني. دفع فيه رجال الشرطة دماءهم ثمنا للدفاع عن كرامة هذا الوطن. ولا شك أن هذا اليوم في كل عام بيحمل معنى سامي ومعنى التضحية من أجل الوطن. فحينما نأتي إلى اليوم وخطاب السيد الرئيس والرسائل التي يوجهها في هذا الخطاب في يوم الجهاد الوطني العظيم ويوم التسامي الذي يضحي الإنسان بنفسه من أجل وطنه، إنما هو يريد أن يقول أن الأوطان لا تبقى إلا بالتضحية وإلا بالعمل الجاد المخلص للوطن. الوطن كي يستمر وكي ينمو لابد أن يكون هناك من يدافع عن بقاء هذا الوطن وعن استمرار هذا الوطن، سواء كان محتلا أجنبيا أو إرهابيا ينفذ أجندة لقوة أجنبية أخرى. الكفاح لم يعد ضد الاحتلال الأجنبي فقط، ولكن ضد الإرهاب الذي يشكل عنصر من عناصر الهدم للأوطان، بل ويتسبب أحيانا في أن تفقد بعض الأوطان هويتها وحريتها وكرامتها. ويمكن عشان كده الرئيس أكد على أنه التحدي الأهم لأي دولة في البداية هو الحفاظ على بقائها قبل فكرة التنمية، فهذا البقاء منوط بالحفاظ يعني بتحقيقه الشرطة والجيش، وهو ده الضامن فيما بعد إلى أنه يحفظ أي تنمية أو أي بناء أو أي تطور لأي دولة. لا شك أن بقاء الوطن والأمن والأمان فيه هو الذي يؤدي إلى التنمية الإيجابية، هو الذي يؤدي إلى التقدم، هو الذي يؤدي إلى الحياة الأفضل. لأنه بدون أمان، بدون بقاء للوطن، لا يوجد شيء اسمه تنمية. القوى التي تكافح هنا من أجل الوطن لا شك أن في مقدمتها الشرطة والجيش، القوى التي تحارب وتحمي سواء حدودنا من الداخل أو أمننا من حدودنا من الخارج أو أمننا من الداخل، والتي هي تمثل درع هذا الشعب، والتي من خلال قوتها ومن خلال تواجدها ومن خلال تضحيات أبنائها ومن خلال شهدائها يستمر بقاء هذا الوطن ويستمر الأمان فيه، وبالتالي تصبح التنمية ظاهرة ويصبح التقدم موجود ويصبح الحياة الأفضل ممكنة ويصبح الإقبال حتى على زيارة هذا الوطن أو هذا المكان من قبل الشعوب الأخرى مقبول ومرحب به. أما أن يكون الأمان غير مستقر فأمامنا كثير من يعني الدول في العالم شرقا وغربا، يعني ما احناش محتاجين نعد لأنها كتير قوي ومعروفة للناس كلها، التي لا تتمتع بالأمن أو لا تتمتع بالاستقرار، وبالتالي ده بيشكل علامات كثيرة جدا في كل نواحي الحياة. يعني التقدم بيتوقف على الأمن والأمان، غير آمن طبعا ما حدش بيرغب أنه يزورها، مشاكلها الداخلية بتزيد، بتبتدي يعني تدخل من مشكلة تخرج من مشكلة تدخل في مشكلة أخرى.
وهذا ما لا نتمناه لمصر. أنا بشكر حضرتك. ضحى فيها أبائنا وضحى فيها ناس كتير من مواطنيها حتى تصل إلى الاستقلال وحتى تصل إلى الأمان وحتى تصل إلى الاطمئنان وحتى تصل إلى النقطة الهامة كيف يكون مجتمع نامي ومجتمع قوي ومجتمع يعيش عصره ويتقدم ولا يتخلف. بالتأكيد أنا بشكر. الإرهاب هنا ضد كل هذا. الإرهاب هنا هو دعوة للتخلف. الإرهاب هنا هو محاولة لدفع المجتمع إلى الخلف. ولهذا أسأل يعني رسالة الرئيس واضحة جدا للشعب، واضحة للشرطة، واضحة للجيش، واضحة للمواطنين، لأن الكل الكل مسؤول عن أمن مصر. بالتأكيد. بالتأكيد. بشكر حضرتك جدا دكتور صلاح عبد الله المحلل السياسي على هذه المداخلة. الرئيس أيضا شهد إحنا مش بتوع حداد خلال احتفال بعيد الشرطة 70 الفيديو الخاص بالأغنية اللي يعني الحقيقة حققت يعني تأثير قوي جدا إحنا مش بتوع حداد، واستعرض بعدها الفنانين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وإنجي المقدم وبشرة يعني إنجازات رجال الشرطة، وقالوا الجملة اللي أنا كنت بقولها لحضراتكم في المقدمة اللي هي إنه الاختيار هو مصر. خلونا نشوف الفيديو الخاص بالموضوع ده ونستكمل مع حضراتكم. بص في عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في ايدينا، ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا، على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايم، الحق واحد ما تجيبش نار جنب البارود وتصحي مالي. ألف شهيد وشهيد، ألف بطل وبطل، حكايات وقصص تستحق إننا نحكيها. لكن صعب يكون زي اللي قدموا أبطالها في الواقع من نبل وشجاعة وفداء. إزاي تتقمص روح شخص عنده استعداد يفدي وطنه بروحه ودمه؟ إزاي تستحضر لحظة الإقبال على الشهادة من غير خوف؟ الإيمان بحق الوطن بدون ذرة شك، إنك تحط روحك على كفك بدون ما تفكر ثانية إنك تتراجع. عشان كل البطولات دي بنأدي دورنا، دور الفن المؤمن برسالة الوطنية والانتماء. مين ينسى حليم وأم كلثوم وغيرهم كتير؟ الفن هيفضل طول عمره ظهير للوطن. البطل، أم البطل، بنت البطل، زوجة البطل، أدوار حاولنا نجسدها وبنهديها لكل أم وزوجة وبنت، لكن الحقيقة دايماً أكبر وأعمق والألم أكبر وأعمق، بس الوطن أكبر وأكبر. الاختيار مش مجرد اسم، الاختيار معنى، إنك تكون نور وطريق للوطنية أو إنك تخون العهد اللي أخدوا المصريين على نفسهم على مر التاريخ. وإحنا اخترنا العهد، عهد الوطنية والانتماء، وزي ما حضرتك عهدتنا وفيت إحنا كمان بالعهد كفن، وعمرنا ما هنتخلى عن دورنا. إحنا اخترنا مصر. الحقيقة يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم هو ده الدور اللي بيقوم بيه الفن. والملاحظ ملاحظ في الفترة اللي فاتت دي اللي احنا عايشينها حاجة مهمة جدا نتمنى حضراتكم تكونوا واخدين بالكم منها، وهو حالة التناغم والتنسيق والتعاون الكبير ما بين القوات المسلحة وما بين جهاز الشرطة وما بين كل أجهزة الدولة، لأنه ما كانش هيحصل تنمية وما كانش هيحصل بناء وما كانش هيحصل تغيير وتطوير إلا إذا كانت كل الأجهزة دي بتعمل على قلب رجل واحد. هذا التناغم اللي بقى ملموس وبقى واضح في الإنجازات، وأيضا بقى في حالة من الثقة المتبادلة ما بين المواطن وما بين أجهزة الدولة، وعادت العلاقة الوطيدة ما بين المواطن وبين جهاز الشرطة، وهذا أمر شديد الأهمية. خلونا أيضا نشوف الفيديو الخاص بأبريت العهد، الأبريت اللي حضروا الرئيس السيسي بعنوان حكاية عهد خلال الاحتفال بعيد الشرطة، واستعرض فيه الأبريت جهود الشرطة على مدار السنوات الماضية، وسلط الضوء طبعا على ذكرى 25 من العام 52 وإزاي واجهت الاحتلال. خلونا نشوف الفيديو الخاص بهذا الأبريت ونستكمل محاضرتكم.
النهارده يوم مش عادي. النهارده يوم الكرامة والإخلاص والفدا. النهارده يوم البطولة والرجولة والوفاء. النهارده يوم العهد الغالي اللي أقسموا بيه رجال الشرطة من سنين طويلة وحافظوا وهيحافظوا عليه ليوم الدين. النهارده عيد الشرطة. علشان كده خدت تلاميذي ورحت متحف الشرطة عشان يعرفوا الحكاية من الأول، حكاية العهد. كل شعب وله حكاية بتبقى دايما نقطة فاصلة، زي ختم النور بيطلع بالنهار، واحنا شعب تملي رافض الانكسار. في الحكاية تفاصيل مهولة عن الشجاعة والرجولة والبطولة. يا هل ترى ايه بقى هي الحكاية؟ عايزين تعرفوا الحكاية؟ أكيد. يبقى نرجع بالزمان ونروح بعيد. يوم 25 يناير والسنة 52، ملحمة في الإسماعيلية لسه عايشة من سنين. لما يومها الشعب صرع الاحتلال بكل شبر في أرضنا في مدن القنال، كانت المقاومة كابوس يجي في حلمهم والشرطة ورجالهم بيحموا ظهرهم. بالرغم إن عددنا كان مش قدهم وسلاحنا كان أقل بكتير منهم، أثبتنا ليهم يعني إيه كلمة رجال، أثبتنا ليهم يعني إيه كلمة رجال. جالنا بجيوش الخواجة قال امشوا سيبوا كل حاجة، استسلموا سيبوا البلد، ومش هقول كلام زيادة. مسكين ما يعرفش إننا شرطة وشعب كلنا في حلم واحد عندنا، هو الشهادة، هو الشهادة. كنا على العهد وقفنا في ثبات عشان بلدنا احنا نعمل معجزات. بلدنا دي اللي لينا واغلى حاجة فينا ان احنا بنتنا لينا. عيش حرة يا بلاد، ايديك في ايدي عالقعاد، اديكي روحي وكمي عالي عالعهد بالي عالعهد بالي عشانك يا مصر. بالحقيقة إنه الأبريت ده يعني أنا شخصياً معجبة بيه جداً، لأنه الأطفال يعني شيء جزء أصيل جداً في التأثير على المتفرج والتعامل مع الأطفال، على إن الجيل ده جيل اللي لازم يعرف ولازم يفهم التضحيات اللي اتعملت علشان مستقبلهم، علشان يعي الدور اللي مفروض يقوم بيه. الفيلم شديد الإنسانية وفيه مشاهد مؤثرة جداً، خاصة الطفل اللي بيترك المجموعة ويروح علشان يبص على صورة أبوه الشهيد المتعلقة وسط الصور ويشعر بالفخر وفي نفس الوقت بالأسى لفراقه. هنروح بقى لرسائل أبناء الشهداء. الرئيس السيسي اليوم شاهد فيلم تسجيلي عن شهادات أبناء الشهداء وأمنياتهم للمستقبل ورسائلهم لأبائهم الشهداء، حمل عنوان رسالة من أبناء الشهداء خلال طبعا الاحتفالية اللي شهدها اليوم. خلونا نشوف جزء من هذا الفيديو ونرجع نستكمل مع حضراتكم.
مين فيكو أشطر في المدرسة؟ أنا. مين أسرع واحد بيجري يحكي لماما؟ كم؟ طب مين بيجري يشتكي لماما الأول؟ هي. مين أول واحد بيصالح التاني؟ أنا. شكلك أنت الطيب كده اللي بتصالحه كلهم صح؟ صح؟ مصر وجنبها جملة، تقولي مصر إيه؟ مصر أحسن بلد في الدنيا. بحب مصر جداً أوي أوي أوي، كل حاجة حلوة في مصر، بحب مصر قد الدنيا دي كلها قد كده. طب نفسك تطلعي إيه لما تكبري؟ نفسي أطلع مهندسة. نفسي لما أكبر أغني أغاني مصر، لما أكبر بظابط أعمل لمصر حاجات كتير. نفسي لما أكبر أطلع ظابط زي بابا. ظابط زي بابا. أنت فاكر بابا؟ لا أنا مشفتوش. لا بس كان نفسي أشوفه. لا أصلا هو مات قبل ما اتولد. فاكرة شوية حاجات بس مش قوي يعني. لا أنا كنت في بطن ماما. كان نفسي أشوفه جدا. آخر مرة شفته كان عندك كام سنة؟ 2 آخر مرة شفته كان عندي 6 كان عندي 3 تقريبا 4 أو 5 كم. آخر مرة شفته أما هو رايح الشغل. فاكر آخر مرة إمتى شفت بابا؟ قبل 3 و3 استضعف الشغل إن هو يطلع يجيب حق ناس وما رجع لناش تاني. ضرب 2 وواحد ماشي وجاب الظهر وداله رصاصة في ظهره. إن هو اتضرب عليه نار. وإحنا قاعدين في البيت إحنا سمعنا صوت الانفجار. أنت عارف بابي مش معانا النهاردة ليه يا كريم؟ عشان استشهد وراح اتجمع. عشان هو الشهيد وهو بطل. انت عارفه بابا فين دلوقتي؟ فين؟ في الجنة. ايه اكتر حاجه وحشتك فيه؟ القعده معايا. بقف كده في اوضتي واقول له بابا هو انت ليه سافرت؟ زي ان احنا نخرج مع بعض تاني و طب عايزة تقولي له ايه دلوقتي لو كان موجود؟ انه هو وحشني قوي. عايزة اقول له انه هو وحشني جدا وانا لما اشوفه طبعا هحضنه اكتر حاجة. بس يعني لو هو كان دلوقتي قاعد معاكي وبيتكلم معاكي هتقولي له ايه؟ كنت عملت ايه في المدرسة؟ ايه كمان؟ كنت بعمل ايه لما انت كنت في الشغل؟ نفسي اول ما اشوفه اقول له بحبك يا بابا. اقول له الله يرحمك يا بابا ما تكون يا رب تكون مبسوط في الجنة مع ربنا. نفسي احضنه بس. يعني الحقيقة مفيش كلام هيوصف المشاعر الصادقة والصراحة والبساطة والحقيقة اللي عايشينها أبناء الشهداء وزوجات الشهداء بيوت الشهداء، الحقيقة اللي في دماغهم وفي مشاعرهم وفي أفكارهم كل يوم كل يوم بيصحوا بيها ويناموا عليها. إحنا معانا على الهاتف العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه عيد الشرطه، وخليني اسال حضرتك مباشره عن يعني كلمه رئيس النهارده. طبعا من الواضح انه اي استقرار اي امن او امان هو اللي بيساهم في التنميه والبناء وهو اللي بيحفظ ده وهو الضامن ليه في المستقبل. رئيس اتكلم عن انه قدر مصر انها تكون في منطقه مضطربه، لكن مصر قدرت انها تكون دولة بتنمو وبتتطور وبتبني بمنتهى السرعة في ظل هذا الاضطراب المتمثل طبعا في يعني مناحي إرهابية مختلفة قدرت مصر إنها تواجهها طوال الفترة الماضية. كلمنا عن هذه الجهود وعن هذه القدرة اللي قدرت مصر عن طريقها إنها تطحر وتقاوم الإرهاب. أولا يعني تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين وخالص التهاني للشعب المصري بذكرى عيد الشرطة في 25 يناير. السيد رئيس الجمهورية اليوم تحدث بشكل مستفيض عن تداعيات الأزمة ما قبل أو ما بعد 25 يناير 2011 وما آلت إليه الظروف والأحداث من
مواجهة مع الإرهاب، مواجهة طويلة ممتدة كانت مخطط لها قبل 25 يناير 2011 لإغراق الدولة في الفوضى، ثم جر المجتمع المصري للاقتتال واستقطاب كافة التنظيمات الإرهابية في العالم، وجعل منطقة الشرق الأوسط بالتحديد شبه جزيرة سيناء أو تحديدا شمال سيناء معقل لهذه التنظيمات والإعداد والتجهيز لمواجهة هذه التنظيمات مع الدولة، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية من دحر شوكة الإرهاب عبر سلسلة من الإجراءات سوف يتوقف أمام التاريخ بالفحص والدرس، وستكون تجربة تدرس لكافة دول العالم كيف استطاعت مصر في كافة الأصعدة مواجهة ظاهرة الإرهاب، لم تكن مواجهة عسكرية فقط، وإن كان الشيء بالشيء يذكر أن المواجهة العسكرية بدأت في عام 2013 بعدد 306 عملية إرهابية مواجهة ضد الدولة، ثم بدأت بالتناقص بالتداعي للتناقص في عام 2014 ل 222 عملية، ثم مع اندلاع العملية الشاملة 2018 تناقصت هذه العمليات إلى أن وصلت إلى 8 عمليات إرهابية، ثم في عام 2019 وعام 2020 وعام 21 عملية واحدة، ثم عام 2021 بدون عمليات إرهابية، وهو إعجاز غير مسبوق في المواجهة العسكرية. لم تكن مواجهة عسكرية فقط، وإن كانت مواجهة اقتصادية، مواجهة لإعادة إعمار الظهير الصحراوي المتمثل في شمال ووسط سيناء وربط شبه جزيرة سيناء بباقي جمهورية مصر العربية عبر أنفاق كانت لا يوجد ربط غير نفق، هو نفق الشيخ أحمد حمدي وكوبري السلام، الآن هنالك 6 أنفاق، هذه الأنفاق الغرض منها نقل النهضة الاقتصادية والنهضة الصناعية والنهضة السياسية والمجتمعية لشمال وسط سيناء حتى يكون هنالك فرص عمل جديدة، لا سيما ما حدث في الدلتا، ما حدث في الصعيد، كل هذه المشاريع الاقتصادية والدعم الاقتصادي لإدارة أمور الدولة اقتصاديا لبتر أي بوادر لمحاولة استقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب المصري. نفس الشيء والشيء بيذكر الوضع السياسي المصري، الوضع السياسي والعسكري لمصر على مستوى العالم، كل هذه الأمور أعتقد أنها تجربة كبيرة أو معركة كبيرة استطاعت مصر انتصار فيها إلى أن وصلنا إلى عام 2022 ونتحمل أو نحمل راية القيادة للمجتمع العربي وقارة أفريقيا. الحقيقة سيادة العقيد يعني الإرهاب يجن جنونه كل ما بيلاقي تطور أو تنمية أو تقدم، ودائما ما يغير في جلده وفي الطريقة اللي بيهاجم بها. في نفس الوقت إحنا لدينا حالة من التحديث والتدريب وكوادر بيتم تدريبها والتدريب على إزاي التعامل مع الجرائم الإلكترونية، وبقينا بنسمع طول الوقت عن الضربات الاستباقية اللي بتقوم بها الدولة، وده معناه أعلى درجات التنسيق والتناغم حتى ما بين الجيش والشرطة، وده اللي خلانا نقدر دلوقتي نعمل طريق كباش ونقل المومياوات ومنتدى الشباب اللي في شرم الشيخ في قلب سيناء التي عانت معاناة. يعني بالتأكيد فندم، لابد أن نذكر دور الأمن المصري والقوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية، عملت في منظومة متناغمة أدت في النهاية إلى ما ذكرتي حضرتك من استقرار الوضع العام، ثم رفع حالة الطوارئ في موقف غير مسبوق على الدولة المصرية منذ عشرات السنين. مصر دائما في حالة طوارئ، مرفوع حالة طوارئ بشكل مستمر ويجدد، إلا أن رفع حالة طوارئ في هذا التوقيت يشير بما يدعى مجالا للشك إلى هدوء الأوضاع الأمنية وتبوء مصر إلى مكانة ريادية أمنية مكنتها من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه دون اللجوء إلى أي قانون للطوارئ، وما يشكل أو ما يؤكد نجاح المنظومة الأمنية المتناغمة لاستتباب الأمن في العمق المصري. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب. طيب خلونا نروح فاصل قصير ونرجع نستكمل مع حضراتكم أخبارنا.